شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهميه البالغه لاصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصيه شديده تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن ادارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الاوقاف بالقيمه السوقيه العادله صونا للوقف وخلال اجتماع اخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير برامج تدريب وتاهيل الائمه بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ولواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه وسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الاوقاف لشؤون هيئه الاوقاف صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه جهود اداره اصول هيئه الاوقاف وتنميتها وقد شدد السيد الرئيس على الاهميه البالغه لاصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصيه شديده تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن ادارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الاوقاف بالقيمه السوقيه العادله صونا للوقف كما وجه السيد الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليا في القضاء وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022 حوالي مليارين وخمسة وثلاثين مليون جنيه بزياده قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021 في حين حققت هيئه الاوقاف الربع الاول من العام المالي الحالي نسبه زياده في الايرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفتره من العام المالي السابق كما عرض الموقف الخاص بالاحكام القضائيه الصادره لصالح هيئه الاوقاف وما تم تنفيذه منها كما عرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطة هيئة الأوقاف الاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعيان وأصول الوقف. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا قيام السيد وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع صكوك الأضاحي والإطعام. وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكثيف برامجها للحماية الاجتماعية. موضحا أن مشروع الصكوك يحظى بثقة المواطنين وبتطور عاما بعد عام حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من سقوق هذا العام حوالي 218 مليون جنيه وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة، وقد وجه السيد الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل. وقد عرض الدكتور مختار جمعه خطه وزاره الاوقاف للدورات التاهيليه القائمه والمستقبليه للائمه، الى جانب الدورات التاهيليه المتقدمه رفيعه المستوى، التي ستخصص لنخبه مختاره من اكثر الائمه تميزا، فضلا عن تطوير اكاديميه الاوقاف الدوليه لتدريب الائمه والواعظات، واهم الدورات التي قدمتها الاكاديميه للائمه والواعظات من داخل مصر، ومختلف دول العالم. وعرض السيد الوزير ايضا تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الانشطه الدعويه وتنوع وسائلها، مما ادى الى استعاده المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير. حيث تعددت الانشطه ما بين برامج تثقيفيه للاطفال وبرامج توعويه للشباب والسيدات، ودروس علميه ومنهجيه، ومجالس افتاء، ومراكز للثقافه الاسلاميه، واعداد محافظ القران الكريم فضلا عن اقامه المقارئ القرانيه للائمه وكبار القراء اضاف المتحدث الرسمي ان سيد وزير الاوقاف عرض كذلك جهود الوزاره في التاليف والترجمه والنشر وتيسير العلوم مبرزا بعض النماذج منها واخرها الاصدارات الناتجه عن المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الذي عقد تحت عنوان الاجتهاد ضروره العصر